السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يخرب بيت حبك، الحب ولع فطورك. 80 حراما بالتمييز يا بيت، حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعة يا بيت، اشبعي حرامات، حرام عليك يا اختي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. إن الخيانة الزوجية أحد آفات العصر الحديث التي أصبح مجتمعنا يعاني منها بسبب الانفتاح على الحضارات الغربية والمجتمعات البعيدة عنا، وأيضا ضعف النصح الديني وضعف الإرشاد الديني والأخلاقي لدى الرجال ولدى النساء ولدى الشباب. أيضا من المتعارف عليه أن الرجال أكثر خيانة من النساء، ولكن اليوم نتكلم عن المرأة الخائنة وعلامات الخيانة التي تظهر عليها. هناك علامات جسدية وعلامات انفعالية تظهر على المرأة الخائنة. تعد خيانة الزوجة من الأمور القاسية جدا على الأسرة وعلى المجتمع، لعظمة مكانتها في هدم الأسرة لأنها تحدث شرخا في نسيج الأسرة. هناك أسباب عديدة للخيانة الزوجية، ومنها الفراغ العاطفي، عدم حصول المرأة على الإشباع العاطفي، عدم والبيت دي مش دي الخبرة. أيوة، يؤدي للخيانة الزوجية قلة العلاقة الحميمية بين الزوجين. تلجأ المرأة لخيانة زوجها عندما تجد نقصا في العلاقة الحميمية مع زوجها، قد تبحث عن رجل آخر غير زوجها لعمل علاقة أخرى حميمية وإشباع رغبتها الجنسية معه. أيضا عدم اهتمام الزوج بزوجته يؤدي 80 حراما بالتمييز يا بيت، حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعة يا بيت، اشبعي حرامات، حرام عليك يا أختي. الخيانة الزوجية، هناك علامات تظهر على جسم المرأة الخائنة مثل البرود أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجها. المرأة التي تخون زوجها عادة ما يكون عندها برود أثناء العلاقة الحميمية مع زوجها لأنها حصلت عليها من رجل آخر. غير زوجها. أيضا ظهور بعض الكدمات على أجزاء من الجسم عند المرأة مثل الكدمات الزرقاء أو الحمراء في الجسد، يدل ذلك على ممارسة تلك المرأة الجنس مع شخص غير زوجها. وأيضا من علامات الزوجة الخائنة أنها لا تستطيع أن تنظر إلى وجه زوجها مباشرة لأنها تشعر بالذنب والاكتئاب. وأيضا من علامات الزوجة الخائنة لزوجها الجلوس منفردة بعيدة عن الزوج وحيدة حتى لا يستطيع الزوج ملامستها أو مداعبتها أو التحدث معها. وأيضا من علامات الزوجة الخائنة، استغفر الله العظيم، لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر يا أم الميت. العصبية الشديدة تجاه الزوج وتجاه الأبناء. أيضا من علامات الزوجة الخائنة تجنب النظر في عيون الزوج أو التحدث معه. أيضا من علامات الزوجة الخائنة المعاناة للزوج وعدم تنفيذ ما يقوله من أوامر. أيضا من علامات الزوجة الخائنة الفزع عند إمساك زوجها بالهاتف الخاص بها. وأيضا من علامات الزوجة الخائنة لبيتها وزوجها التحدث بصوت خافت في التلفون أو وسائل التواصل الاجتماعي أمام الزوج أو أمام أحد من الأهل. وأيضا من علامات الزوجة الخائنة البرود العاطفي مع الزوج ونسيان تفاصيل كثير. إيه يا شيخ؟ إيه يا شيخ؟ إيه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. عن الحياة الزوجية. وأيضا من علامات الزوجة الخائنة لزوجها وبيتها التهديد المستمر للزوج بالطلاق والانفصال.
وأيضا من علامات الزوجة الخائنة لبيتها ولزوجها السخرية من الزوج والتقليل المستمر من رجولته أمام الجميع. أيضا من علامات الزوجة الخائنة لبيتها ولزوجها من الممكن للمرأة نسيان ارتداء دبلة الخطوبة أو دبلة الزواج، وقد يكون ذلك مقصودا أو مرتب له. أيضا من علامات الزوجة الخائنة لبيتها ولزوجها وضع كثير من كلمات السر على الهاتف والتطبيقات الموجودة عليه. أيضا من علامات الزوجة الخائنة حذف المحادثات أول بأول خوفا من إمساك. مبروك يا بكري، مبروك مبروك يا معلم، مبروك ايه ده، لسه سامع انه مبروك احد بها. وايضا من علامات الزوجة الخائنة لزوجها انها تكون كثيرة الخروج خارج البيت بمفردها. وايضا من علامات الزوجة الخائنة لزوجها الاهتمام بنفسها اكثر من اللازم وعلى غير العادة. وايضا من علامات الزوجة الخائنة كثرة طلب الاموال والمصاريف بشكل مبالغ فيه دون معرفة سبب. وايضا من علامات المرأة الخائنة لبيتها ولزوجها العطور والبرفانات والملابس الاكثر شياكة والاغلى سعرا. ايضا من علامات المرأة الخائنة لبيتها ولزوجها عند عودتها للبيت تكون مبتسمة وسعيدة جدا، او العكس ممكن ان تكون حزينة جدا عند عودتها الى البيت بحيث يكون البيت سجن الزوجية او سجن الزوج. ايضا تقوم المرأة الخائنة لزوجها وبيتها بشراء خطوط جديدة للهاتف المحمول وانشاء صفحات جديدة على التواصل الاجتماعي. استغفر الله العظيم، لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يا امه الميت دون ان يعرف اي احد من الاهل. ومن علامات الزوجة الخائنة لزوجها ولبيتها الابتعاد عن الزوج بأكبر شيء ممكن، حيث من الطبيعي ان سعادة الزوجين او سعادة الزواج يكون في قضاء معظم الوقت بين الرجل والمرأة، ولكن ذلك العكس فيوجد رجل في حياتها غير زوجها. ايضا من علامات الزوجة الخائنة لزوجها ولبيتها التعامل بعصبية وانفعال في أقل الأسباب مع الزوج دون أي سبب. وأيضا من علامات الزوجة الخائنة لزوجها ولبيتها من الممكن أن تنادي الزوج باسم رجل آخر، وقد يكون ذلك مقصودا أو متعمدا. كيف يمكن التعامل بشكل سليم مع الزوجة الخائنة؟ الخيانة الزوجية أحد الأمور الحساسة التي يجب التعامل معها بعقلانية وحكمة. اولا لا يجب ان يتم اتهام الزوجة الا 80 حراما بالتمييز، يا بيت حرام مين يا بيت، حرامين واربعة يا بيت، اشبعي حرامات، حرام عليك يا اختي. بوجود برهان قوي وصريح وواضح يؤكد الخيانة. ثانيا اذا كانت الخيانة امام عينيك او احد دلك عليها يجب ان لا تتهور وأن تمسك أعصابك قدر المستطاع، ولا تقوم بقتل الزوجة أو العشيق لها، ولكن قم بإخبار أهل الزوجة على الفور. ثالثا يجب أن لا تخبر الأطفال على ما حدث، لأن ذلك يؤثر على معنويات أطفالك. رابعا يجب على الزوج مراجعة نفسه، قد يكون هو السبب الحقيقي لتلك الخيانة، أو أنك مقصر في حق بيتك أو زوجك. يخرب بيت حبك، الحب ولع فطورة زوجتك حتى تلجأ لتلك الخيانة، فيجب مراجعة نفسك قبل أي خطوة تخطوها. خامسا يجب ألا تبلغ الشرطة حتى لا يؤثر ذلك على أطفالك. سادسا أيضا من الممكن أن تأخذ تسجيلا أو تصويرا بالهاتف لهذا الموقف الذي أمامك حتى يكون ذلك دليلا مباشرا على الخيانة الزوجية. إيه يا شيخ، إيه يا شيخ، إيه بقى يا شيخ، ربنا يهد المفتري يا شيخ زوجتك.
وأيضا من الممكن أخذ وصلات أمانة على الزوجة وعلى أنها ليس لها حقوق عندك، وذلك يكون بشهود على الجريمة وعدم الفضائح على ذلك. أيضا من الممكن إحضار أهل العشيق الذي دن. استغفر الله العظيم. لا، البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. يمه الميت طاهر. 80 حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعة يا بيت. اشبعي حرامات. حرام عليك يا اختي. بتلك العملة بيتك وتأخذ حقك منه ومن اهله. وايضا هناك بعض علامات الندم على الزوجة الخائنة، وهي اولا الشعور بالحزن والاكتئاب، ثانيا محاولة ارضاء الطرف الاخر بشتى الطرق، ثالثا التقرب الى الله والتوبة، رابعا تغيير العلاقة مع زوجها بطريقة غير معتاد عليها، خامسا الاحتضار المستمر ومحاولة وضع تبريرات لهذا السلوك او هذه الجريمة، واخيرا كيف يمكن تجنب تلك الخيانة الزوجية من البداية. اولا اتاحة الفرصة من الاهل الى الشاب والفتاة التعرف اكثر على بعضهم البعض اثناء الخطوبة. ثانيا على الاهل اختيار الزوجة الصالحة لابنائهم لانهم اكثر منهم ضرايا في الحياة. ثالثا يجب تأخر عملية الانجاب حتى يتم التأكد من تفاهم الزوجان مع بعضهم البعض. رابعا يجب توعية الشباب دينيا بأثار الخيانة الزوجية على الأسرة وعلى المجتمع. خامسا يجب على الشباب المتقدمين للزواج الذهاب إلى أطباء. مبروك يا بكري، مبروك مبروك يا معلم. متخصصين نفسيين وجسديين للتأكد من صلاحية الزواج. سادسا يجب تسهيل عملية الطلاق عندما تكون الحياة مستحيلة بينه وبين زوجته حتى لا تقع الخيانة من أحد الأطراف. سابعا على الزوجة أن تهتم بزوجها وعلى الزوج أن يهتم بزوجته والعكس. ثامنا يجب تفعيل عقوبة الخيانة الزوجية من قبل الشرع والمجتمع سواء كان بالرجم أو الحبس حتى يتم التقليل من تلك الظاهرة التي تهدم الأسرة. وأخيرا الالتزام بشرع الله وما أمر به ربنا الحنيف في كل جانب من جوانب الحياة، فهو أكبر حماية وأكبر صيانة للنفس وللأسرة. وأن يقوم كل طرف من الطرفين بمعرفة حقوقه وواجباته أيضا، وتبنى العلاقة على الصداقة والمصارحة والمكاشفة بين الزوجين في كل كبيرة وكل صغيرة، وأن تكون هناك علاقة رحمة بين الطرفين وعلاقة مودة بين الطرفين حتى يتم بناء أسرة بطريقة صحيحة وآمنة. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء جديد إن شاء الله. وإلى اللقاء. يخرب بيت حبك. الحب ولع فطورة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.